أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات؟ بيّن مثل الأخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. نعم، تزوج واحد عدة زوجات كل واحدة لها أولاد، هؤلاء إخوة لعلات، بخلاف الأخوة الأشقاء الذين هم من أم واحدة وأب واحد، قالوا لهم أشقاء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا تمثيل، هذا تمثيل من الرسول صلى الله عليه وسلم باختلاف الشرائع، اختلاف الشرائع مع توحد العبادة لله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.